بشكر كل القائمين الأول على إعداد هذا المجهود الضخم الهائل، اختيار الأعمال على مستوى رفيع جدا، توزيع الأعمال وعرضها في القاعة بشكل راقي جدا، في وجهة نظر واضحة، في هدف واضح من هذا المعرض، الاتجاهات والأساليب والأفكار الفنية المطروحة هي أفكار راقية، أنا شايف أنها هيكون لها مستقبل كبير في الحركة التشكيلية وأتمنى هذا. الشباب اللي معانا عنده طاقة عالية قوي، أفكارهم متطورة مستحدثة جدا، مش خايفين، وده الجميل في القادم، مفيش خوف في تناول كل الموضوعات التأثيرية والواقعية والسريالية والمنطقية في التصوير وفي الرسم وفي النحت وفي الجرافيك وفي الخزف وفي التصوير الفوتوغرافي عشان محدش يزعل. رؤية بانورامية رائعة جدا، بتقدم لإيمان أو أمين وأمين وإيمان عشان ما يقولش اشمعنى، لا بتقدم لهم بكل الشكر على هذه اللفتة الرائعة اللي هي أعتقد إن شاء الله في الخطوات والسنوات القادمة واضح على وجوه الشباب. أنا كنت بكلم فنان عبد الفتاح البدري بقول له شوف وجوه الشباب عاملة إزاي، أمل وطموح وتقدم إن شاء الله بالخير والسعادة والفرح في طريق الفن والثقافة والعلم للغندورة الجميلة حبيبتنا الساحرة مصر إن شاء الله. شكرا جزيلا. الفنان محمد الخضري، يشرفني ان انا اكون مشارك في معرض تداعيات من التراث المصري، دي تعتبر تاني مشاركة ليا مع جماعة اللقطة المصرية، انا سعيد بالمشاركة جدا معهم، وخصوصا ان اكون موجود من ضمن يعني كم كبير من الفنانين التشكيليين واساتذتنا ودكاترتنا يعني اللي احنا تعلمنا على ايديهم. مشارك في المعرض باكتر من عمل، بعضها ليه علاقة بالتنورة والبعض التاني ليه علاقة اللي بيعبر عن التراث المصري اللي بيبقى موجود في مصر لكن مش موجود في اي بلد تانية. الفنانة ميس سيد احمد، انا خريجة فنون جميلة اسكندرية، ويسعدني ان انا تاني مرة بشترك في مع جامعة اللقطة المصرية، ويسعدني ان انا كنت بشترك معهم في فكرة التراث المصري دي، لان دي حاجة مهمة جدا ان احنا يعني نركز عليها صنف خلال الفترة دي، لان كل الناس تتجه لمصر والاعلام وبس، مش مجرد بس ان احنا بنبين جمال مصر يعني، حتى دي اهم حاجة وده دور الفن اصلا اللي هو يبين جمال التراث المصري يعني. طبعا انا يعني جاية مشوار، مش مشوار كبير قوي يعني، من اسكندرية، بس هو كان اليوم جميل مطر وكده، بس الحمد لله ان انا يعني لحقتكم واشتركت معاكم والف شكر. انا اسمي ايمان اكرم، في كلية تربية فنية في آخر سنة، دي تاني مرة اشترك في المعرض مع لقطة مصرية، كنت معهم في أول معرض ليهم في قصر أمير طاز. بصراحة هم ناس بتشجع جامد قوي على الشغل معاهم، وطريقتهم حلوة جدا في التعامل، فبتخلي الواحد دايما يشارك لما بتلاقي عندهم حاجة جديدة، أفكارهم كلها جديدة مش تقليدية. أنا مشاركة بعمل المنديل دوت، كفكرة ان هو حاجة قديمة قوي ما بقيناش نستخدمها، بس دلوقتي بدأت تظهر بصورة جديدة، اللي هي السكارفات اللي احنا بقينا نلبسها بطريقة مودرن، بس هي اصلا اساسها المنديل بتاع زمان، الحاجات اللي نازلة منه، المثلث، الرابطة بتاعتها، فده كإحياء مننا، هي حاجة قديمة واتحيت عندنا بالسكارف الجديدة اللي احنا شغالين فيه. اولا انا ساكنة عنيل، فكان لازم اخد الصورة اللي هي فوق دي قدام البيت عندنا، ودي برضو في حيوانات كتير وفي الجمال يعني عادي، فحبيت ان انا طبعا في بيوت اثريه كتير هناك، وبس هم دولت الصورتين اللي اختاروهم هنا الجماعه بتاعه اللقطه المصريه وعليهم الاختيار يعني.
لابسانا يا مصر يا امي.